بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ اليوم الأول في افتتاح هذا المؤتمر استذكرنا الأستاذين الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع، لأننا نستذكر حضورهما معنا في المؤتمرات السابقة، ودعونا الله سبحانه وتعالى لهما بالفرج وبتمام الصحة. هذه طبيعة المصلحين، المصلحون عبر التاريخ يكونون من الثوار، لأن هو الإصلاح يعني أن ينتفض الإنسان على وضع منحرف أو وضع فاسد فيحاول أن يغير هذا الوضع. ولذلك المصلحون عبر التاريخ هم ثوار على الأوضاع الفاسدة والخاطئة، وطبيعي أن أغلب الفساد والانحراف يكون من الحكام الظالمين، وهذا يؤدي بالنتيجة النهائية أن دائما المصلحون الثوار يكونون في السجون وفي المعتقلات أمام تكبر وتجبر واستبداد الحكام الظلمة. وهذا ما حدث للأستاذين وبقية الأخوة الرموز الذين شاركونا، أيضا ليس فقط الأستاذين وإنما هناك علماء، الشيخ عبد الهادي المخوضر، الشيخ سعيد النوري وغيرهم ممن شاركونا في المؤتمرات السابقة وافتقدناهم في هذه الأعوام. طبيعتهم، طبيعة المصلحين أن يثوروا على الأوضاع الفاسدة، والمصلح في جوانب أخرى عندما يرى أيضا الانحراف في العلاقات بين فئات الأمة الإسلامية من حيث المذاهب، من حيث العرقيات، فإنهم أيضا يتصدون لهذا الانحراف في هذه الجوانب أيضا. ولذلك رأينا المصلحين من في عالمنا الإسلامي أيضا كانوا يتصدون لهذا النوع من الانحراف أيضا، الاختلاف المذهبي الذي يؤدي إلى الصراع وإلى النزاع. عندما يذكر الإصلاح يذكر أمثال سيد جمال الدين الأفغاني، رجل مصلح وثائر على الانحراف، وكان يتحرك من بلد إلى بلد، كان عالمي الرسالة. وهكذا هم المصلحون أيضا، الأساتذة والرموز أيضا عندما يحضرون إلى لندن ليشاركوا في مؤتمرات من أجل التقارب والتوحد الإسلامي، أو يذهبون إلى أي مكان في العالم، هم يواجهون الفساد والخلل الموجود في العلاقة بين المسلمين. ولهذا غيابهم عن الساحة واقعا خسارة لمجال التقريب والإصلاح والوحدة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. ولذلك نحن لا ننساهم، ليس فقط بالدعاء وإنما أيضا بالحضور والمطالبة بالإفراج عنهم ودعم المطالب التي من أجلها تحملوا هذا الاعتقال وهذا الأذى النفسي والبدني الذي وقع عليهم أثناء الاعتقال. أما عن محاولة النظام إذلال الرموز بشتى أنواع الممارسات القمعية والتعذيب والإهانة، وسواء التعذيب البدني المباشر المادي أو لا، ببعض القضايا النفسية كمنع الزيارة عن أهاليهم أو منع الاتصال أو حتى بالطلب إليهم بلباس معين إمعانا في الإذلال، وهو يعلم أنهم ليسوا مجرمين وإنما هم معتقلي رأي، لم يرتكبوا جرم وإنما اعتقلوا بناء على المطالب التي رفعوها، والمطالب التي رفعوها هي مطالب شعب، مطالب أمة وليس مطالب فردية أو شخصية. هذه المحاولات هي محاولات يائسة تكشف عن إفلاس هذا النظام وضعف هذا النظام، لأنه عندما يصل إلى هذه المرحلة من المعاملة السخيفة تجاه الرموز ظناً منه أنه يستطيع أن يكسر شوكتهم سواء بالتعذيب البدني أو بهذه القضايا النفسية، هذا دليل إفلاس، لأنه في داخله
هذا النظام أو رموز هذا النظام من المجرمين يعلمون جيدا أن هؤلاء كبار لا يستطيع بهذه الممارسات أن يقلل من شأنهم أو قدرهم، كبار في نظر الأمة ونظر المجتمع الذي ضحوا من أجله، وكبار في نظر كل حر وثائر في العالم يعلم أن هذه هي سيرة الأبطال وسيرة الثوار. لا يضرهم أن يكونوا بالأغلال، إنما حتى لو كانوا في الأغلال فهم أسود في هذه الأغلال أو خلف قضبان السجن والمعتقلات، لأنهم لم يرتكبوا جرم أو ذنب. ومن هو مستعد للتضحية بحياته دفاعا عن حقوق شعبه لا يضره مثل هذه الممارسات. ولذلك طبيعي أن تنعكس هذه المواقف الشريفة منهم من إخواننا من الرموز، واقعا نحن عندما نسمع بهذه الأخبار نزداد فخرا واعتزازا بهم، لأننا وإياهم خريجو مدرسة شعارها هيهات منا الذلة والموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. يعني أكثر ما عند الظالم يستطيع يحاول أن يخوف به هو الموت، والموت أحيانا لا يدري هذا الظالم أن الموت أحيانا هي أمنية عند الثائر الذي يثور من أجل مبادئ وقيم نبيلة، يكون الموت عنده غاية، ولذلك لا يخاف إن تم تهديده بالموت أو وتبقى محاولات الإذلال هي كلها دون الموت. النهضة والثورة في البحرين ثورة وطنية وشعبية بكل المقاييس، ولا يستطيع لا النظام الحاكم في البحرين ولا أي نظام آخر ولا أي وسيلة عميلة أن تثبت أن هذه الثورة كانت طائفية، لا بمطالبها ولا بشعاراتها ولا بوسائلها ولا برموزها، لأنه حتى الرموز المعتقلون قسم منهم من إخواننا من أبناء الطائفة السنية الكريمة، والذين رفعوا المطالب إنما طالبوا بحق المواطن كمواطن في هذا البلد بغض النظر عن مذهبه أو دينه أو عرقيته أو خلفيته. فهذه أمر يسجل للثورة في البحرين أنها الثورة الأنصع والأنظف من هذه الناحية. أما لماذا تلجأ الأنظمة؟ وهذا كما قلت ديدن الظالمين عبر التاريخ منذ العهد الأموي إلى عصرنا الحاضر. الظالم ليس له دين، الظالم ليس له مذهب، الظالم ليس له عقيدة ولا قومية، الظالم لا يعرف إلا نفسه، ولذلك هو مستعد أن يهلك جماعته وقبيلته، بل يصل الأمر حتى ممكن أن يهلك أسرته لو تعلق الأمر بالكرسي. هذا أمر من يقرأ التاريخ يدرك هذا الأمر بوضوح. ولكن لماذا يلجأ الظالمون إلى استعمال الورقة الطائفية المذهبية؟ لأن الدين شيء مقدس في النفوس، والنفوس البشرية تتفاعل وتنفعل للأمور المقدسة أكثر من شيء من أي شيء آخر. ولهذا عبر التاريخ رأينا أن كثير من الحروب والصراعات كانت على أسس دينية، والحروب والصراعات التي تكون على أسس دينية تكون قاسية ودموية. نرى هذا في تاريخ أوروبا ونراه في تاريخ المسلمين وحتى في تاريخ الأمم والشعوب الأخرى، إذا انطلق الصراع من منطلقات اعتقادية ودينية مقدسة فإنه يكون صراع صعب ومرير. ولذلك يلجأ الظالم في لحظات الحرج والشدة إلى استعمال هذه الورقة، فيتبنى عقيدة الطرف الذي يميل إليه نكاية بالطرف الآخر. فإذا كان الطرف الآخر فرضا من عقيدة معينة أو مذهب معين، هو يميل إلى الطرف المذهب الذي يعارض هذا الطرف حتى يستفيد من طاقات أبناء تلك الطائفة. ولذلك اليوم الحكام الظالمون في كل المنطقة، رأينا ذلك عندما كان صدام يحكم العراق فرضا، أيضا استعمل الورقة الطائفة رغم أنه الكل يعرف
أن عقيدة البعث هي عقيدة إلحاد وكفر. كان يؤمن آمنت بالبعث ربا لا شريك له، يقول شاعرهم، وبالعروبة كذا دين ما له ثاني، لا يعتقد، عقيدة قامت على الكفر، وحكم العلماء والفقهاء المسلمون بكفرها تلك العقيدة. ولكنه في اللحظة الذي أراد أن يستفيد من القضية المذهبية تظاهر بالتمذهب بمذهب معين حتى يستعمل هذه الورقة. وهكذا الحكام اليوم، الحاكمون في البحرين أيضا. طبعا هي المسألة ليست مسألة بسيطة. الحاكم عندما يلجأ إلى استمالة طائفة معينة، وغالبا ما يستميل الطائفة الأقلية، طائفة الأقلية في المجتمع، فيحصل من هذه الطائفة لأنها تعيش شعور الأقلية والخوف من الأكثرية. وغالبا ما يصاحب هذا الأمر إعلام يمهد لهذا الأمر، إعلام يخوف الأقلية من الأكثرية، يرسخ في أذهان هذه الأقلية حالة من العداء تجاه الآخر وبثل الكراهية تجاه الآخر، يمهد لهذه العملية ثم يستميلهم. ولذلك نرى هذه الاستجابة من منطلق الخوف، تشعر هذه الأقلية أنها تحتمي بالحاكم وتستقوي بالحاكم، وفي واقع الأمر هو الحاكم يستقوي بهذه الأقلية عندما خوفها من الأكثرية. هذا طبعا يكون على أسس وعلى دراسات. غالبا هؤلاء الحكام عندهم مستشارون يفكرون ويخططون لهم وينصحونهم بمثل هذه القضايا، لا تأتي اعتباطية المسألة. الأمر الثاني، لماذا لم تستنكر الإعلام في المرحلة الحالية؟ ولعله في السابق أيضا الإعلام يلعب دور كبير، فعندما تكون هناك فضائيات تعيش الحالة الطائفية تجاه الآخر وتصور أن هذا الآخر جاء ليعتدي على أقلية معينة، وجاء يريد أن يسيطر على أوضاع في بلد معين، يريد أن يفرض عقيدة على الآخرين بأكاذيب وتشويه وتغيير لحقائق، طبيعي أن يتأثر حتى بعض العلماء والفقهاء، خصوصا إذا تناغم هذا الإعلام مع المخاوف الموجودة في نفوس أولئك العلماء التي زرعت بطريقة أخرى أو هم يعيشونها أصلا. ولذلك نرى منهم السكوت عن كثير من هذه الجرائم، بل تجاوز الأمر أن سمعنا بعض العلماء البارزين في عالم الإسلام أن يصم ويصف الثورة في البحرين بأنها طائفية، وهي الثورة التي شهد لها العدو قبل الصديق بأنها أبعد ما تكون عن الطائفية. الأمر الأول الذي يدعونا إلى عدم اليأس وحث الشباب على المضي وعلى العمل والاستمرار هو المسؤولية الشرعية. هذه مسؤوليتنا، ومسؤولية الشباب أيضا هو القيام بالتكليف. على الإنسان أن يقوم بتكليفه، أن يعمل بتكليفه. ولذلك نحن نستفيد طبعا هذه المعاني من أولا من آيات كتاب الله العزيز الذي يدعو إلى العمل، وقل اعملوا، والدعوة إلى الانتصار لله سبحانه وتعالى وإلى الانتصار للحق ومقاومة الظلم. هذه أمور واضحة في القرآن الكريم وأيضا في الأحاديث النبوية الشريفة. ونستند أيضا إلى مواقف علماء أعلام حققوا انتصارات انطلاقا من العمل بالتكليف. ولعل في عصرنا الحاضر أبرز هؤلاء الأعلام الثوار الذين انتصروا ونصرهم الله سبحانه وتعالى هو الإمام الخميني قدس الله نفسه، الذي كان عمله وثورته كلها قامت على أساس القيام بالتكليف. لديه كلمات في هذا المجال يوصي بها الشباب ويوصي بها العاملون، أنه علينا ألا نقلق من احتمال تعرضنا للهزيمة، ولكن علينا أن نقلق من احتمال عدم قيامنا بالتكليف. علينا أن نقوم بالتكليف. قيامنا بتكليفنا الشرعي إن أنتج لنا نصرا في حياتنا فذاك غاية المنى، وإن لم ينتج
فقد أدينا ما علينا من تكليف ورفعنا عن كاهلنا هذا التكليف، والنصر من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن موعودون بآيات الله، بوعد الله، إن تنصروا الله ينصركم. علينا أن نحقق الجانب الأول والجزء الأول من الآية الكريمة، إن تنصروا الله، أن ننصر الله. والجزء الثاني هو من الله سبحانه وتعالى، ينصركم، وعد الله. إذا حققنا الجزء الأول يأتي الجزء الثاني. إذا نصرنا الله حتما، لأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. طبعا هذه المقولة أنه ما حصل لنا هو بسبب هذه الشعارات، بسبب هذه الوجوه، بسبب هذه الصيحات، هذه من دعايات الإعلام المغرض ودعايات الظالمين ومن دعايات القوى الكبرى التي تشيع بين الناس أن خمولكم، هدوءكم، قبولكم بالظلم وقبولكم بالأمر الواقع هذا يحقق لكم سعادة، وأن أي ثورة وانتفاضة على هذا الظلم يسبب لكم المآسي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر هذه الحالة، الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكن عندما جعلوا الثقة بالله سبحانه وتعالى وصدقوا الله ورسوله وانتصروا لله ورسوله عادوا بالنصر وبالفلاح في الدنيا والآخرة. الله يريد من الإنسان أن يغير الواقع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. لن تتغير الأوضاع الخاطئة والمنحرفة إلا أن يغير الإنسان ما في نفسه، عند ذلك يستطيع أن يغير الواقع الخارجي. وعبر التاريخ كانت السعادة للثائرين الذين عملوا من أجل تغيير الواقع، وأنا عندما أنهض لأغير الواقع المنحرف ليس بالضرورة أن أعيش ثمارة أنا، ولكنني أعطي هذه الثمار لأولادي وأحفادي، للأجيال القادمة. أما إذا رضيت بالخنوع ورضيت بالظلم فإنني أفرض الظلم على واقعي، على نفسي، وأفرضه على أولادي وعلى أحفادي. الانتصار هو أشبه بالثمرة، تزرع، نزرع لكي يأكلون. نحن نزرع ونرعى الثورة ونبذر بذرة الثورة في هذا المجتمع، قد تؤتي أكلها في حياتنا وقد تؤتي أكلها بعد حين للأجيال القادمة، ولكننا في كل الأحوال عندما نزرع سنجني، أما إذا لم نزرع طبيعي فلن نجني شيئا.